شابتر 11 بيحكي عن solving equilibrium problems for complex system. هلأ في جزء من شابتر 11 أخذناه بشابتر 9 لما كان في موضوع مترابط معه اللي هو هاد. هون أخذنا جزء من شابتر 11 مع شابتر 10 اللي هو the solubility of metal hydroxide وشرحنا فياته فكرة مترابطة مع شابتر 9، وهلأ رح نكمل شرح شابتر 11. هلأ شابتر 11 حكينا بيحكي عن solving equilibrium problems for complex system، يعني قال لي مثلا BASO4 هي بتدوب ب أو حكى لي sparingly slightly soluble salt in water، هي اشمالها slightly soluble salt in water بدو slightly. تمام. هلأ لو أخذنا ال BASO4 عملية تفككها لما ندوبها بالماء رح تعطيني BA++ زائد SO4 minus minus. تمام. لو أخذنا ال SO4 minus minus وفعلناها بأكوليبريوم تاني بتتفاعل مع ال H2O بتعطيني HSO4 minus plus OH minus، وفي عندي عملية تفكك الماء أو تفاعل الماء اللي هي ال H2O بتعطيني H3O plus زائد OH minus. هاي كلها بسميها complex equilibrium constant. هلا بلاحظ انه في عندي 5 ايونات، there are 5 ionic species in the system اللي هي ال BA plus plus SO4 minus minus HSO4 minus وال H3O plus وال OH minus. ال OH minus متكررة فهاخد واحدة. رح ألاحظ في عندي 5 أيونات في هذا السيستم BA, SO4, HSO4, OH وال H3O plus. هلأ في عندي الماس بالانس equation حكالي انه لما انا مثلا طبعا معرف لي اياها هون relay the equilibrium concentration of various species in a solution and to the analytical concentration of the various salts. بدي أوضح بين في عندي طبعا أنا equilibrium concentration وفي عندي analytical concentration. تمام. هلا لو في عندي هذول المعادلتين، في عندي ال HA H2O، ال HA لو فعلناها مع الماء رح تعطيني A minus و H3O plus حمض قاعدة، والمية لو فككناها تعطيني H3O plus زائد OH minus. هلأ حكينا تركيز ال HA حتساوي تركيز ال HA تمام زائد ال A minus، تركيز الحمض زائد تركيز القاعدة. هاي أول معادلة أنا عندي هي الماس بالانس إكواشن، هاي بعرفها أنا الأكوليبريم كونسنتريشن، إنه عندي تركيز المادة بتساوي تركيز الحمض زائد القاعدة لما أفككها. وفي عندي تركيز لو استبدلناها بال H3O plus، أو في عندي سوري ال H3O plus حاشوف إنه في عندي common ion اللي هو H3O plus. لو أخذنا H3O plus total حتعطيني H3O plus الجاي من ال HA زائد H3O plus الجاي من المي ال H2O. تمام. فتاني mass balance equation حكالي ال H3O plus بتساوي ال A minus زائد OH minus. ال H3O plus بتساوي ال A minus زائد ال OH minus. هلا ليش حطينا ال A minus وال OH minus؟ حكينا ال H3 plus ال H، لو جينا طلعنا هون على ال H3O plus اللي جا من ال HA رح أشوف إنها نسبتها واحد لواحد لل A minus، فرح تكون ال H3O plus بتساوي ال A minus، بالتالي رح استبدل ال H3O plus الجاي من ال HA ب A minus. وهون نفس الشي ال H3O plus اللي جاي من ال H2O رح أشوف إنها نسبتها واحد لواحد لمين لل OH minus، فال H3O plus بتساوي ال OH minus، فبإمكاني استبدل ال OH minus مكان ال H3O plus اللي جاني ال H2O، فرح تصير ال H3O plus بتساوي تركيز ال A minus اللي استبدلناه مع ال H3O plus جاني ال HA لأنهم متساويين نسبتهم واحد لواحد، وزائد ال OH minus اللي استبدلناه مع ال H3O plus اللي جاني المية لأنها نسبتها واحد لواحد ومتساويين. فبالتالي صف عندي 2 mass balance equation، أول واحدة اللي هي أنا بعرفها ال equilibrium concentration إنه تركيز المادة بتساوي تركيز الحمض زائد تركيز القاعدة اللي توصلنا لها قبل،
بالشابترز ليفل، وبعدين حكى انه في عنده كومن اي ال H3O بلس بتساوي ال H3O بلس الجاي من ال HA زائد ال H3O بلس الجاي من المي. بعدين حكينا انه لو قارنا ال H3O بلس الجاي من ال HA هي نسبتها 1:1 لل A ماينس، وبالتالي هي بتساوي، فبإمكاني استبدل بدل ال H3O بلس لجاني ال HA اللي هي ال A ماينس، وبدل ال H3O بلس الجاي من المي لاحظنا انها 1:1 لل OH، فإمكاني استبدل ال OH ماينس بدلها. فهاي تاني ماس بالانس ايكويشن. هلا في عندي كمان مثال بيحكي لي BaSO4 in water، يعني ذابت انه او حطينا Ba، ضفنا BaSO4 للمية. write the mass balance equation. هلا عادة ما بعرف، بس هو بيحكوا انه بيجي المعادلات في الامتحان، فاحنا بنكتب الماس بالانس. هلا ال BaSO4 تفككت اعطتني Ba plus A plus plus زائد SO4 minus minus، بعدين ال SO4 A minus minus عملت كمان equilibrium equation مع المية، فأعطتني HSO4 minus زائد OH minus، بعدين اللي أعطاني معادلة تفكك المي 2H2O بتعطيني H3O plus زائد OH minus. نفس الشي رح أجي أحكي ال Ba plus بتساوي تركيز ال SO4 minus ماينس زائد تركيز ال HSO4 ماينس. هلا انا كيف بدي اكتب هاي الماس بالانس؟ باجي بحكي مين الماده اللي ما دخلت باكثر من اكويليبريم كونسنتريشن، يعني هاي ال Ba هي ما دخلت، ما عملت لي كمان معادله زي ال SO4 ماينس. ال SO4 ماينس ماينس دخلت عملت كمان كمان اتزان مع ماده تانية، تمام؟ اما ال Ba ما عملت، فبالتالي باجي بحكي تركيز ال Ba بلس بلس اللي هي ما عملت زي هون ال HCHA، باجي بحكي ال Ba plus ما عملت عندي كمان equilibrium equation، فبنحكي ال Ba plus plus بتساوي مين المواد اللي عملوا عندي اللي طلع عندي الأيونات اللي هي ال SO4 minus minus اللي هي أصلا عملت عندي كمان equilibrium equation زائد ال HSO4 minus، تمام؟ لأن هاي الأيونات اللي طلعت عندي. هلا في عندي كومن ايون، مين الكومن ايون هون اللي هو او اتش ماينس. الاو اتش ماينس بتساوي في عندي الاو اتش ماينس اللي جاي من الاس او 4 ماينس ماينس، واو اتش ماينس اللي جاي من الميه. نفس الشيء باجي بحكي الاو اتش ماينس بتساوي، بشوف الاو اتش ماينس اللي جاي من الاس او 4 ماينس ماينس، راح اشوف انه نسبتها للاتش اس او 4 ماينس 1:1، وبالتالي الاتش اس او 4 ماينس تركيزها بيساوي تركيز الاو اتش ماينس، فبامكاني استبدل الاو اتش ماينس اللي جاي من ال SO4 minus بال HSO4 minus زائد ال OH minus اللي جاي من الماء، رح أشوف برضو إن نسبتها 1:1 لل H3O plus، وبالتالي بتكون بتساويها تركيز ال H3O plus بيساوي تركيز ال OH minus، فبإمكاني أستبدل ال OH minus ال H3O plus مكان ال OH minus جاي من الماء، فبتصير عندي تاني معادلة أو تاني mass balance equation اللي هي OH minus بتساوي تركيز ال HSO4 minus زائد تركيز ال H3O plus. هلا في عندي كمان مثال بحكي لي write mass balance equation for، معطيني تركيز solution of HCl that is in equilibrium with an excess of solid BaSO4. هلا معطيني معادلات، لو لاحظت على اول معادله في عندي ال H2O زائد HCl تعطيني Cl minus زائد H3O plus. تاني معادلة BaSO4 تفككها، عملية تفككها Ba plus plus زائد CO4 minus minus، بعدين ال CO4 minus دخلت بكمان equation أعطتني CO4 minus minus تفاعلت مع ال H3O plus أعطتني HCO4 minus زائد H2O، وعملية تفكك الماء. بس أول معادلة رح ألاحظ إنها ما رح تهمني تبعت ال H2O مع ال HCl، لأن هاي مش equilibrium equation، مو زي هدولا. هدولا إيش مالهم؟ equilibrium equation. أما أول واحدة مش equilibrium equation، أنا بهذا الشابتر بيهمني معادلات الأكوليبريم عشان أطلع الماس بالانس، فأول معادلة ما رح تهمني رح أشتغل على هدول الثلاث معادلات. على أول إشي إحنا حكينا تفكك المية، المية رح تفكك سوري ال BaSO4، عندي مين اللي ما تفاعل مرة ثانية، مين ما عمل معادلة أو equilibrium equation مرة ثانية اللي هو Ba plus plus، رح تركيز ال Ba plus plus بتساوي تركيز ال SO4 minus زائد تركيز ال HCO4 minus.
الأيونات اللي طلعت عندي بالنواتج الـ SO4 minus زائد الـ HSO4 minus طلعت عندي بهاي المعادلة. ليه ما حكينا بس ان تركيز الـ SO4 بيساوي؟ لأنه تفاعل عندي بكمان equilibrium equation، فأنا باخد اللي ما تفاعل معي بـ equilibrium equation بحطه هو يساوي تركيز النواتج طلعت عندي من الأيونات. هلا في عندي مين الكومون ايون هون؟ لو لاحظنا انه في عندي ال H3O plus و H3O plus، فمين الكومون ايون؟ اللي هو ال H3O plus. فباجي احكي ال H3O plus، في عندي ال H3O plus اللي جاي من ال HCl زائد ال H3O plus اللي جاي من مين؟ اللي جاي من المية. بعدين نفس الشي بحكي ال H3O plus اللي جاي من ال HCl اجمالها نسبتها 1:1 للCl minus، فبالتالي تركيز الCl minus بيساوي تركيز ال H3O plus، فبإمكاني استبدل تركيز ال H3O plus الجاي من ال HCl بستبدل مكانها الCl minus اللي جاي من ال HCl، زائد بإمكاني استبدل ال H3O plus اللي جاي من ال H2O بمين؟ بإمكاني بحكي نسبتها 1:1 للـ OH minus، فبإمكاني أستبدل الـ H3O plus أستبدل مكانها الـ OH minus لأنه نسبتها 1:1 فبتساويها، رح يصير في عندي الـ O تركيز الـ OH minus. تمام، فبعدين رح أحكي C تركيز الـ HCl اللي هو أصلا معطيني إياه زائد الـ OH minus بتساوي تركيز الـ H3O plus زائد ال HSO4 minus. ال HCl قد ما اعطيني اياه 0.01 مولاريتي. هلا هو زائد ال OH minus رح يساوي عندي تركيز ال H3O plus زائد تركيز ال HCO4 minus اللي هي النواتج التانية طلعت عندي. تاني مثال عندي اياه بحكي لي write the mass balance expression for system formed when اعطاني concentration لل NH3 solution with a slightly soluble AgPr solid. اعطاني هدول المعادلات، حكالي انه ال NH3 مع المية بتتفكك وتعطيني NH4 plus زائد OH minus. نفس الشي هون ال AgPr solid بتتفكك وتعطيني Ag plus زائد Br minus. ال Ag plus بتعمل another equilibrium equation مع ال NH3 بتعطيني AgNH3 plus، بعدين ال AgNH3 plus بتعمل another equilibrium مع ال NH3 بتعطيني AgNH3 plus by 2. وعندي اخر اشي معادلة تفكك المي اللي هي ال 2H2O بتعطيني H3O plus زائد OH minus. لو بدي اجي اكتب اول mass balance اللي هي عندي هاي، هلا باجي بحكي مين المادة اللي ما دخلت بـ another equilibrium equation اللي هي الـ Br minus. الـ Ag دخلت بـ another equilibrium equation، ونفس الشي الـ AgNH3 دخلت بـ another equilibrium equation، so صفت عندي الـ Br minus. راح أحكي تركيز الـ Br minus بتساوي تركيز الـ Ag plus، مش إحنا هون عندي نسبتها 1:1، فالـ تركيز الـ Br minus هتساوي تركيز الـ Ag plus زائد أن الـ Ag، بس أنا عندي الـ Ag plus دخلت بانذر ايكويشن اعطتني هذا الناتج، وبحكي زائد الاي جي ان اتش 3 بلس تركيزه زائد الاي جي ان اتش 3 بلس دخلت برضه بانذر اكوليبريم ايكويشن اعطتني اي جي ان اتش 3 باي 2 بلس، راح اكتب كمان زائد تركيز الاي جي ان اتش 3 باي 2 بلس، فصفت عندي تركيز البي ار ماينس حتساوي عندي تركيز الاي جي تركيز الاي جي بلس زائد تركيز الـ AgNH3 plus زائد تركيز الـ AgNH3 by 2 plus. المادة اللي ما دخلت بأنذر equilibrium equation بتساوي تركيز الـ Ag لأنه نسبتها 1:1، زائد النواتج كمان طلعت عندي من خلال تفاعل الـ Ag plus مع الـ NH3 ومن خلال تفاعل الـ AgNH3 مع الـ NH3، فطلعت عندي هاي الأول مولر أول mass balance. لو هم أعطيني بالسؤال إنه تركيز الـ NH3 قد إيه؟ 0.1، فرح أجي أحكي 0.1 بتساوي ال 0.1 بتساوي تركيز ال NH3 اللي معطيني إياها بالسؤال. تمام، معطيني بالسؤال إنه تركيز ال NH3 قد إيه بتساوي 0.1، فبالتالي بجي بحكي تركيز ال concentration of NH3 بتساوي 0.1 وتساوي تركيز ال NH3
اوكي زائد تركيز ال NH4 زائد تركيز ال AgNH3 بلس زائد 2، لان هون في عندي 2، 2 في AgNH3 بلس. تمام، فبساويهم بتركيز ال NH3 اللي هي ال NH3، وتركيز ال NH3 تركيز ال NH4 زائد تركيز ال AgNH3 بلس زائد تركيز ال AgNH3 بلس باي 2. هلا في عندي انا هون لما نلاحظ مين الكومن ايون اللي هو ال OH ماينس، فبحكي OH ماينس توتال بتساوي تركيز ال OH ماينس اللي جاي من المي، تركيز ال OH ماينس اللي جاي من ال NH3. رح نلاحظ انه تركيز ال OH ماينس اللي جاي من ال NH3 نسبته 1:1 لمين؟ لل NH4 بلس. بالتالي تركيز ال OH ماينس بيساوي تركيز ال NH4 بلس، فبإمكاني استبدل مكان ال OH ماينس اللي جاي من ال NH3 ب NH4 بلس. فهي حطينا هون تركيز ال NH4 بلس بدل ال OH، بدل تركيز ال OH ماينس اللي جاي من ال NH3. وكمان ال OH اللي جاي، ال OH ماينس اللي جاي من المية نسبتها 1:1 لمين؟ لل H3O بلس، وبالتالي تركيز ال OH ماينس بيساوي تركيز ال H3O بلس، فبإمكاني استبدل ال H3O بلس مكان ال OH ماينس اللي جاي من المي. فرح تصير عندي الماس بالانس الثاني انه OH ماينس توتال بتساوي تركيز ال NH4 بلس اللي استبدلناها مكان ال OH ماينس، لانهم متساويين لان نسبتهم 1:1، ونفس الشيء هون زائد H3O بلس اللي استبدلناها مكان ال OH ماينس لانهم نسبتهم 1:1 ومتساويين. هلا لو احنا حبينا مثلا نطلب نكتب سوري شارج بالانس ايكويشن، او طلب مني، احنا بنعرف انه المولر كونسنتريشن اوف نيجاتيف بتساوي المولر كونسنتريشن اوف بوزيتيف. من عند النيجاتيف اللي هو البي ار ماينس وال OH ماينس، فهحكي التركيز ال PR ماينس زائد ال OH ماينس، هدول اللي هم ال concentration of negative charge. تمام، بيساوي ال concentration of positive charge اللي هي تركيز ال AG plus زائد ال NH4 plus زائد ال AgNH3 plus زائد تركيز ال NH3 by 2 plus زائد ال NH3. فرح هي هاي هي الشارج بالانس ايكويشن، انه المولر كونسنتريشن اوف ذا نيجاتيف بتساوي الكونسنتريشن او المولر كونسنتريشن اوف ذا بوزيتيف. تمام، هلا هون في عندي الشارج بالانس ايكويشن اللي هلا حكينا عنه. زي ما حكينا المولر كونسنتريشن اوف بوزيتيف شارج بتساوي المولر كونسنتريشن اوف نيجاتيف شارج، اللي بيحمل الشحنة الموجبة الكونسنتريشن بيحمل الشحنة الموجبة بيساوي الكونسنتريشن او المولر كونسنتريشن بيحمل الشحنة السالبة. هلا المولر كونسنتريشن اوف بوزيتيف اور نيجاتيف في له قانون انه سميشن اوف ابسولوت القيمة المطلقة لزد اكس سي اكس. تمام، زد اكس اللي هي الشحنة والسي اكس اللي هي الكونسنتريشن او التركيز. هلا رايت معطيني مثال حتى نطبقه على هذا القانون. قال لي write charge balance equation of، معطيني 0.1 molarity NaCl، ومعطيني معادلة تفككها انه ال NaCl تتفكك ل Na plus زائد Cl minus، ومعطيني معادلة تفكك المي 2H2O بتعطيني هيدرونيوم زائد هيدروكسيد ال OH minus. فباجي بحكي على القانون انه انا عندي summation of Zx الشحنة في التركيز، التركيز معطيني 0.1 وكلهم 1:1، فحضلها زي ما هي التركيز. رح احكي 1 ضرب ال Na plus لان هي وحدة نسبتها 1، زائد 1 ضرب ال H3O plus. ما انسى البوزيتيف المولر concentration of positive بتساوي المولر concentration of the negative charge، بحط البوزيتيف بجهة وبساويها بالنيجاتيف بجهة تانية، وهون بضربها بنسبتها. يعني هون عندي ال Na نسبتها 1، فاحكي 1 ضرب تركيز ال Na plus زائد 1 ضرب تركيز ال H3O plus بتساوي 1 ضرب تركيز ال Cl- زائد 1 ضرب تركيز ال OH- لانه نسبتهم 1:1، وبالتالي حتساوي تركيز ال Na+ زائد تركيز ال H3O+ بيساوي تركيز ال Cl- زائد تركيز ال OH-. فهون عندي التركيز اصلا قد ايه؟ معطيني 0.1، فحتصير 0.1 زائد 1 ضرب 10 قوة سالب 7 تساوي نفس الشيء هون نسبتها 1:1، فحضلها زي ما هي المولر كونسنتريشن 0.1 زائد 1 ضرب 10 قوة سالب 7. ولو لاحظنا انهم متساويين ال positive charge مع negative charge. هلا الفرع الثاني من السؤال بحكي لي 0.1 molarity من ال MgCl2.
لو اخذنا معادلة تفكك الـ MgCl2 رح يتفكك لـ Mg++ زائد 2Cl-، لانه هون بالسؤال عندي او سوري بالمركب عندي 2Cl وهون لازم يكون عندي 2Cl-، فرح يصير عندي MgCl2 رح يتفكك لـ Mg++ زائد 2Cl-، فعندي برضه معادلة تفكك الماء حتعطيني هيدرونيوم H3O+ زائد OH- الهيدروكسيد. هلا لما اجي احكي حكينا احنا انه الشارج بالانس ايكويشن هي المولر كونسنتريشن اوف ذا بوزيتيف شارج بتساوي المولر كونسنتريشن اوف ذا نيجاتيف شارج. البوزيتيف شارج اللي هو ام جي بلس بلس والهيدرونيوم اتش 3 او بلس. طبعا الام جي قديش وحدتها 2، ف2 في تركيز الام جي زائد الهيدرونيوم قديش وحدتها 1، ف1 ضرب تركيز الهيدرونيوم بتساوي النيجاتيف شارج اللي سي ال قديش وحدتها 1، مش قد ايه عددها او معاملها، لا احنا بنهتم بالشحنة، الشحنة سالب 1 فشحنتها 1، يعني 1 ضرب تركيز السي ال ماينس زائد تركيز الاو اتش ماينس في شحنته، قد ايه شحنته؟ ماينس 1، فحتصير 1 ضرب الاو اتش او تركيز الاو اتش ماينس، فقد ايه التركيز عندي اياه؟ رح اضرب 2 بالتركيز اصلا اللي عندي 0.1 فحتصير 0.2 زائد 1 ضرب 10 قوة سالب 7 بتساوي 1 ضرب 0.1 حتضلها زي ما هي 0.1 زائد 1 ضرب 10 قوة سالب 7، فرح ألاحظ إن البوزيتيف شارج بتساوي النيجاتيف شارج متساويين. وإذا هون عندي نوت إنه بحكي لي ما بنضرب تركيز السي ال باثنين، لأنه الاثنين هي معامل السي ال وليس شحنتها، أنا بضرب بالشحنة وليس المعامل، فإحنا بس بهمنا إنه نحكي إنه المولر كونسنتريشن للبوزيتيف شارج بتساوي المولر كونسنتريشن للنيجاتيف شارج في مسائل الشارج بالانس إيكويجن. هيك بنكون خلصنا شابتر 11 من مادة كيمياء تحليلية.